تحية لكم ولقناتكم الموقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة اليوم الأوضاع العامة في العراق بشكل عام هي وضع فيضاني ما متوقع منذ أكثر من 25 إلى 30 سنة على الوضع العام. الوضع ما يخص الإطلاقات المائية إلى نهر ديلة من سد الموصل حقيقة تسير ضمن برنامج معد ومسيطر عليه من قبل المركز الوطني لإدارة الموارد المائية بشكل برنامج حسب كمية المياه الواردة إلى سد الموصل، وكذلك بما يؤمن إطلاقها إلى نهر ديلة مع التنسيق إلى وضع سد الموصل ووضع نهر ديلة. نهر ديجلة حاليا المياه الموجودة في نهر ديجلة والمناسيب العالية مو سببها هو إطلاقات سد الموصل، وإنما بالإضافة إلى إطلاقات سد الموصل هنالك كميات أمطار تسقط جنوب سد الموصل على مدينة الموصل وعلى المناطق اللي حولها، مما سببت إلى ارتفاع هذه المناسيب وخاصة عندنا الزاب الأعلى والزاب الأسفل والروافد والوديان اللي هي جنوب سد الموصل. لحد اليوم احنا حقيقة الكميات اللي عم نطلقها ضمن برنامج مسيطر عليه وخزن كمية كبيرة من الموجة الفيضانية التي تدخل إلى حوض سد الموصل وإطلاق الجزء البسيط منها إلى نهر دجلة. هذه الإطلاقات كلها تعتمد على وارداتنا التي تدخل إلى حوض سد الموصل. لحد اليوم وضع سد الموصل وضع مطمئن جداً والوضع جيد ولا يوجد أي مشكلة ولا أي أثر سلبي على سد الموصل من خلال هذه الخزن المياه اللي في حوض سد الموصل. طيب خلينا نتحدث على الجانب الهندسي بما أن حضرتك مدير سد الموصل. الجانب الهندسي يعني من هي الكوادر، ما هي الكوادر المسؤولة عن الصيانة الآن؟ هل هي كوادر عراقية فقط، هناك كوادر أخرى من شركات أجنبية أيضا تشارك؟ هذا أولا. الشق الثاني من سؤالي، البيانات التي تصدرها المجسات، البوابات الإلكترونية، البيانات الأخرى التي تظهر لكم على الشاشة في غرفة السيطرة الكنترول روم، هذه البيانات بصورة عامة كيف توصف السد؟ يعني هل كل الأمور طبيعية في السد؟ آخر البيانات لسد الموصل والكادر، تفضل. نعم، الحقيقة احنا بالنسبة لنا الكوادر القائمة على سد الموصل منذ عام 1990 وإلى حد الآن هو كوادر عراقية لها خبرة وأصبحت لها خبرة ممتازة في إدارة السد وإدارة ملف المياه وخاصة أعمال التحشية. وبالإضافة إلى حاليا وجود الشركة الإيطالية شركة تريفي وفيلق المهندسين الأمريكي الذي دخل على أعمال سد الموصل منذ توقيع العقد في آذار 2016. يعني اليوم الكادر الموجود هو كادر عراقي بإضافة الكادر الإيطالي والكادر فيلق المهندسين الأمريكي. هنالك تنسيق رائع وجيد جدا وممتاز بين الكوادر العراقية وهذه والشركات الإيطالية والفيلق المهندسين فيما يخص أعمال سد الموصل. الشركة الإيطالية حقيقة نفذت أعمال تحشية ممتازة جدا واستخدمت أفضل تقنية علمية حديثة فيما يخص أعمال التحشية، ونفذت عمل جبار وممتاز في أعمال التحشية ومن خلال تنفيذ عمل في نفق التحشية وفي أكتاف سد الموصل وكذلك صيانة البوابات اللي في البوابات في أيضا في سد الموصل. الوضع الحالي ما يخص المجسات الموجودة وأجهزة الرصد، احنا حاليا يوجد عندنا أكثر من 1500 جهاز ومتحسس في سد الموصل بالإضافة إلى المجسات الإلكترونية التي قام فيلق المهندسين الأمريكي بنصبها في سد الموصل. كل هذه الأجهزة حاليا مراقبة بشكل دقيق جدا من قبل فيلق المهندسين الأمريكي وتحليل نتائجها وإرسالها عبر الشبكة العنكبوتية إلى سد الموصل وإلى أيضا خبراء فيلق المهندسين في أمريكا. وكذلك وجودنا في سد الموصل عندنا من الخبراء والمهندسين المختصين في سلامة السد أيضا نراقب هذه الأجهزة ونحللها ونقارنها مع ما موجود موجود من تحليل من قبل فيلق المهندسين الأمريكي. لحد هذه اللحظة فيلق المهندسين الأمريكي وإحنا كذلك موجودين لم نلاحظ أي إشارة سلبية أو
اي او اي خلينا نقول تاثير سلبي في على سد الموصل. طيب سيد عادل، يعني اعلنتم انه بحسب توجيهات المركز الوطني سيتم اليوم الاطلاقات المائيه في منتصف الليل، وتحدثتم يعني عن 2500 متر مكعب، هل تتحدث لنا اكثر عن هذه الاطلاقات يعني الاجراءات الفنيه؟ نعم نعم، الحقيقه احنا خلال هذه الفتره اطلاقات المياه بالتنسيق مع المركز الوطني، المركز الوطني حقيقه يدير ملف المياه بالعراق كلها بكافه السدود والنواظم والسدات كذا، وكل ما يدور في الانهر. المركز الوطني يعني من خلال سد الموصل يدرس كميه المياه الموجوده في نهر دجله، وعلى ضوئها يحدد زياده او اطلاق كميه من المياه بما لا يؤثر سلبا على نهر دجله. اليوم فعلا احنا تبلغنا من المركز الوطني لزياده اطلاق المياه من سد الموصل من 2250 الى 2500 حتى ل 2500، وهذه الاطلاقات حقيقه بالنسبه لسد الموصل تعتبر اطلاقات اعتياديه، وامكانيه سد الموصل ان يعبر اكثر من هذه الكميه، ولكن تعتمد على وضع نهر دجله فيما استيعابه لهذه المياه وما ياتينا الى حوض سد الموصل، بحيث نعمل على وضع برنامج متوازن بكمية الإطلاقات مع كمية الواردات بما لا يؤثر على سلامة السد أيضا، وهذا هو أهم شيء موجود لدى الإدارة ولدى وزارة الموارد المائية. شكرا لكم مدير سد الموصل رياض عز الدين على هذه المشاركة.